المحطة الغازية طبعا هذه المحطة قدرتها 740 ميجا وات، تم التعاقد عليها عام 2017، ولكن نتيجة لظروف تأخر تنفيذها حقيقة طبعا نشكر كل من ساهم في هذا المشروع من كل الإدارات بالشركة العامة للكهرباء السابقة، واليوم نحن هنا مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا المشروع وللدفع به للانتهاء به في الأوقات المحددة. كما نشكر طبعا المقاول المنفذ للشركة شركة ميدكا، ونشكر كذلك كل المجهودات من الاستشاري الليبي المصري أسيسكو، وكذلك نشكر شركة إلكترو ثروة التي تقوم بالأعمال الكهروميكانيكية. نتمنى الانتهاء من هذا المشروع في التاريخ المحدد له في نصف شهر مايو، وبذلك سيكون هذا إضافة لكل الوحدات الموجودة في الشبكة، وسيغطي المنطقة من طبرق إلى الجبل الأخضر، وكذلك قد يحد من الربط الليبي المصري، وكذلك يكون دعم لشبكة الكهرباء الليبية. ونشكركم في هذا اليوم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.